يعني بداية، ما مدى وجاهة هذه الطعون والاعتراضات التي يروج لها تحالف الفتح في هذه النتائج للانتخابات؟ بدءا بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا تحياتي وسهلا. لك سيدتي الكريمة ولضيفك العزيز ومشاهديكم الكرام. حقيقة يعني نحن نتحدث عن عملية سياسية وعن انتخابات ديمقراطية، وبالتالي الخلافات فيها يعني ممكنة جدا بخصوص التوجه السياسي، ولا يوجد هناك خلافا أو تهديدا يدعو إلى يعني إثارة الموضوع أكثر من هذا. كل التصريحات التي صدرت من الكتل السياسية التي أنتم أسميتموها خاسرة، ونحن في العراق أعتقد أنه ليس هناك خاسر ما دامت هناك ثمة مجالات هناك أخرى لتشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي هذا عرس عراقي كبير احتفل به الجميع. لكن القانون العراقي يسمح أيضا بالطعن وتقديم الطعون والشكاوى على المفوضية العليا المسؤولة عن الانتخابات، وبالتالي كل المعترضين يسيرون بطرق قانونية لكي يصلوا إلى الحقيقة. اليوم الحقيقة هي مبتغى الجميع، ونبارك للجميع إن كان فائزا أو كان لم يحصل على أصوات تؤهله لتشكيل كتلة أكبر. فبالتالي اليوم الكتل التي اعترضت فعلا يعني بعد إعادة الفرز اليدوي تبين أن هناك خللا وإرباكا في عمل المفوضية، مما أفقدهم بعض الأصوات التي هي تعتبر حق طبيعي لهذه الكتل التي تريد يعني أن لا يضيع حقها في وجودها. ما هو طبيعة هذا الخلل الذي تشير إليه؟ يعني هذا ما نود أن نفهمه هنا سيد وائل، يعني لماذا وصفها تحالف الفتح هذه النتائج بالمفبركة؟ هو لم يتحدث عن خلل، هو تحدث عن اتهامات بالفبركة، وبالتالي إلى ما يستند في هذه الاتهامات؟ هو الجميع تقريبا عندما تحدثوا عن الخلل في العمل المفوضية يقصدون الجانب الفني ولا يقصدون جانب التزوير المتعمد المقصود. الجانب الفني هذه أول انتخابات تحسب أصواتها من خلال الجانب الإلكتروني، يعني بمعنى مباشرة خلال 24 ساعة تم إعلان نسبة كبيرة من أصوات المرشحين، وبالتالي هذه الأصوات تذهب من المحطة الانتخابية داخل المنطقة الجغرافية إلى الكنترول الرئيسي عبر وسيط الناقل. هذا الوسيط الناقل لربما يعني يتعرض للأقمار الصناعية، فيه أطراف خارجية يعتقدون أن هناك لربما تكون أطراف خارجية وليست بالضرورة أن تكون المفوضية. يعتقدون أن هناك قد تكون أطراف خارجية مسؤولة عن هذا الأمر وهذا الخلل. نقطة باختصار أرجوك حتى لا نطيل على سيد هلال، يعني لماذا تم تقديم هذه الطعون بعد مرور 24 ساعة على إعلان النتائج الأولية؟ بالعادة من المفترض يعني أن يتم تقديم هذه الطعون مباشرة بحسب ما يرى البعض. أتصور أنه يعني المفوضية كانت قد التزمت بعد أن قر قانون الانتخابات الجديد، التزمت مع الكتل السياسية الذي كان واحد من يعني من واحد بنود القانون الجديد أن يكون عمل المفوضية ينتج إذا كان عبر الجانب الإلكتروني خلال 24 ساعة، والمفوضية تعهدت في هذا الأمر، وبالتالي هو الإرباك حدث لدى المفوضية. كان ينبغي عليها أن تقول أنني سأعلن النتائج وليست الأولية، لكن المفوضية حصل في عملها شيء من الإرباك. مرة